كنا قريب من السياج في أرضنا يعني، وأجى الجيش طخ علي، عاد وقفت أنا لما طخ علي رفعت يدي يعني إني معيش أي حاجة، معيش حاجة اللي يعني تأدي الخطر عليك، ورفعت أنا وعي ورفعت يدي له، طخ طلقين في الهواء، ولما انهد شوية طخ بدي أرجع يعني بدي أصحى حالي وأرجع، ما ادنيش الفرصة إني أرجع يعني، طخني طلق في رقبتي. واحنا بنطلب العدالة يعني مش أكثر من العدالة. طفل زي هذا لما نصاب عمره 15 سنة ما كان يعني بشكل أي خطر على الجيش اللي صاوبه وأطلق عليه النار. بنطلب من المحكمة عدالة المحكمة. أنا هذا حلمي إني أنا أشوف العدالة الدولية. إسرائيل ارتكبت بحق أطفال المجزرة، بحق أطفال يجب أن تعاقب. إسرائيل مش فوق القانون الدولي، إسرائيل ارتكبت جرائم. إسرائيل مش هي الأمم ولا هي العالم، البعض في العالم، لا، إسرائيل زيها زي أي دولة في العالم. إسرائيل ارتكبت جرائم حرب بدها تدفع الجريمة تاعتها، إسرائيل لازم تدفع الجريمة. هذا الحق تبعنا إحنا، إحنا كأهالي الضحايا، أهالي الشهداء، عائلة بكر، أطفال اللي قطعت على شط البحر، لازم إسرائيل تدفع الثمن. وأنا بوجه رسالة لكل أحرار العالم، لكل محامين العالم، تنصفني تديني بدي حقي. أنا توجهت على أعلى مرتبة بالدنيا اللي هي حقوق الإنسان اللي هي الجنائية الدولية.